إذا إسماعيل تيطلب اتصال، إذا إسماعيل نعيطوا لإسماعيل نشوف واش بغا يقول. سي إسماعيل مساء النور. السلام عليكم، مساء النور. أنت تتفاعل بشكل حالي جيد جديد على مستوى الشات سي إسماعيل. وسي. مرحبا سي إسماعيل. أكيد تفضل. أكيد الحمد لله، بعد أنه هذه المرة هذه ربما سمعوا لك الناس اللي تمايا وتنوجه لهم تحية، بعد فيهم ناس اللي محترمين نعم. وما تبلوكيش، حيت راك كنت تبلوكا مورا جوج ديال التعليقات، فبالتالي هذا واحد إنجاز زوين الحمد لله. مرحبا تفضل. إذا كنتمنى تكون بخير والأمور مزيانة. الحمد لله سي إسماعيل تفضل. نعم مرحبا. دونك اول حاجه بغيت ندير بعض التعليق على بعض الامور اللي تقالت هنايا. هي كاينين نقاط اختلفوا معهم، ولكن كاينين نقاط اللي ما يمكنش ما نتفقش معاك فيهم السي خالي الجاري. انا حابه لو زعما نهضروا في القضيه بعدا، اولا عاد ندوز معاك لحوايج اخرين. القضيه بصفه عامه بغيت نسولك السي خالي الجالي، هل لك ان تجزم مثلا، انا ماشي كنقول لك كتقولها غير زعما باش الناس يسمعوك، هل لك ان تجزم بان نتيجه التحقيق اللي قام به القاضي ديال التحقيق واللي رفع الملف عند الوكيل عام جلاله الملك باش ينظر فيه، هل يمكنك ان تجزم بانه تم التاكد من انها حادثه سير او لا انه تم التاكد انها جريمه قتل؟ ما تكلمت عن هذا ولا يمكن ان اجزم. لا عرفت، لا انا قلت لك ماشي حيت انت قلتيها، انا قلت لك زعما ما يمكنش. لا ما يمكنش. بغيت نقول بان هذا هو الموقف ديال اسماعيل اللي كتسمعوه، هذا هو الموقف ديالي انا كشخص، وانه لا يمكننا ان نجزم، وهذه حاجه تنحيك فيها. زعما دابا مشينا من داك الشيء ديال الملف خاوي وديك الهضره ديال انه راه هذا الملف غيتحفظ وداك الشيء كامل ما بقاش، دابا ولينا كنهضروا في واحد الحاجه اللي هي ايجابيه، وهذا هو الحوار وهذا هو النقاش اللي كنت كنتمناه في المداخله السابقه. هذوما الامور اللي كنت بغيت نسمعهم عندك. اما بالنسبه للنقطه، المشكل فين كاين السي خالد جالي؟ مع احترامي ولا سمحتي لي بطبيعه الحال، تفضل. المشكل فين كاين هو انه مازال عندنا بعض العمل خاصنا نقوموا به من ناحيه ديال تقبل الاختلاف وتقبل الراي والراي الاخر، لان هادشي ماشي انت بالضبط. احنا ربما هذه الحوايج اللي حنايا عندنا فيهم مشكل، هو انه حتى في الانتقاد مثلا تكون مختلف معايا في الراي، ما كنقولش لك انت يا راه ربما راك غلط في هذه القضيه، او لا كنقول لك انا ما متفقش معاك لانك الصراحه ما قنعتينيش في هذه، لا كندوز مباشره انه باش نبين لك على انني ما متفقش معاك خاصني ندوز نيشان في السبان وفي الافتراء، وربما انت كنتي ضحيه ديال هذا الشيء، انا ما كنكرش، ربما كنتي ضحيه ديال انه الناس افتروا عليك الكذب، اتهموك ناس بشي حاجه ما درتيهاش، وانا ما كنمشيش مع دوك الناس في الطرح ديالهم، ولكن انك اخويا خالد جالي وزعما هذه يعني رايي الشخصي، كنتمنى من الله حتى ولو زعما دخلتي في واحد الصراع، وكنظن انه هذا رايي الشخصي، كنظن انه صراع ثنائي مع شخص معين بلا ما نذكر الاسم ديالو، وصلتي انت وياه لانه هنالك اتهام من الطرفين، هو يتهمك بشي حاجه، انت تتهمه بشي حاجه، هو يجاوبك على داكشي اللي كتقول وانت كتجاوبو على داكشي اللي كتقول، ولكن الاساس ديال البرنامج ديالك بديتي كتهرب عليه السي خالد جالي مع احترامي، لان الهدف شنو هو؟ كدير واحد الموضوع، انا كنشوف دوك لي بوستر، تحياتي لذاك الشخص اللي كيصاوب لك دوك لي بوست اللي كتلاحهم في يوتيوب باش كتهضر على المواضيع ودوك التصاور وداكشي. فبالتالي ملي كتهضر على واحد القضيه، انا الهدف ديالي شنو هو؟ هو انك فاش طلع تحاول ما امكن ترجع لذاك الشيء اللي كنا شفناه في الاول القضيه، اللي هو اخويا خالد جالي راه ليس هنالك من يجزم ان الكلام اللي كيخرج من الفم ديال الطرف الاول هو كلام منزل من السماء، وليس هنالك من يجزم ان الكلام اللي كيخرج من الطرف الثاني منزل من السماء. الحريه لمن؟ للمتابعين. المتابعين يقدروا يتشيقوا ابتسام كيف ما يقدروا يتشيقوا الخال ديال ابتسام، وعندهم الحق انهم يقتنعوا بالكلام ولا بالحجج ديال الطرف اللي مع ابتسام، كما لهم الحق انهم يقتنعوا بالطرف الثاني اللي هو الطرف ديال زوجة الكولونيل العطور الله يرحمه او لا المرحوم نور الدين العطور. فبالتالي انا بالنسبه لي يطلع عندك واحد الشخص حتى في يعني حتى في النقاش خذ الهضره ديالو، واخا انت ربما يجي كيخربق، ربما هو بالنسبه ليه مقتنع بالكلام اللي قالت لي المحاميه، حيت راه اليوم وعلى ديك المحاميه اول حاجه كنبغي نعاود نجدد تعازي لهذيك السيده الله يرحم الاب ديالها، وكنتمنى ان الله يكون معاها في هذه المحنه اللي كدوز منها لانها محنه صعيبه، وكنوجه واحد النداء للمغاربه، انا ما كذبش عليك، انا تربيت في بيئه اللي ما فيهاش هذا الشيء،
شفت الناس اللي نعتوها بواحد الاوصاف اللي هي خايبه بزاف سي خالد جالي، وكنتمنى حتى انت من المنبر ديالك نمروا رساله زوونه، لربما الناس يراجعوا نفسهم من واحد الناحيه. شفت الناس اللي نعتوها بالحمق، شفت الناس اللي تشفوا فيها، شفت الناس اللي لاحوا فيديو ديالها كتغوت وبداو تيضحكوا عليها وشدوا عليها ساعات وساعات وهما تيشدوا فيها الناب وتيضحكوا عليها. وهادو ماشي من الصفات ديالنا كمسلمين اولا وكمغاربه اللي عندنا داك الاحساس بالالم ديال الانسان، واخا نكونوا ما كنتفقوش معاها راها ماشي عدوة، واخا تكون هي المحامية ديال الابتسام او لكون كانت محامية ديال الطرف الثاني الى اخره، خاصنا نكونوا كنقدروها كشخص. واننا الا شفناها كاع كتمحن بحال هكاك نطلبوا الله يكون معاها، والا دارت شي حاجه اللي غلطه راه بطبيعه الحال الى اليوم. وانا راه قلتها سي خالد جالي في واحد المداخله وانت قلتيها فمزيان، انه اليوم حنا لا نعلم الحقيقه ديال شنو هو السبب ديال التشطيب، كيفاش حتى وصلت لذاك التشطيب، ما يمكنش نربطوه فقط بداك الشيء ديال التسجيلات الى اخره. ربما هما تيقولوا بان غالبا التسجيلات هما السبب، ولكن نحن نتمنى لهذه السيده هذه هي كل انها ربي يكون معها وانها تخرج من المحنه ديالها كيف ما كان. ولكن واش هذه المحاميه كلامها واش منزه من عن 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 الخطا؟ لا سي خالد جالي، فبالتالي حنا كنا كناخذوها، حتى انت كنتي كتاخذ منها وكنتي كتطلع معاك نبوءات المحاكم وكنتي كتسمع الكلام ديالها وكتخليها حتى تتسالي وكتناقشها وكتحاورها. واش هي واش ديك الساعه كان هنالك مثلا تشكيك في القدرات ديال القضاء ديالنا؟ لا. واش كان هنالك تشكيك في الجهاز الامني ديالنا؟ لا. والمؤسسات ديالنا حنا على راسنا وعينينا. انا راه المشكل ديالي اخويا خالد جالي هو انه للاسف ربما الناس كانوا حاقدين على بعض الاشخاص، فملي شافوني انايا تنطلع وتنعطي الراي ديالي ما ركزوش مع الراي ديالي وما ركزوش بانني الى يومنا هذا لم اتهم شخصا بالضبط انه قام بالجريمه. لحد الان ما عمري ما قلت بان هذا الشيء راه غيوقع، وكنت دائما انادي بالتريث. والمحاميه على حسب الكلام اللي كتقول كنحللوه وكنبنيو المواقف ديالنا، حيت حنايا واحد الراي العام اللي هو متنوع، في اشخاص اللي من فئات مختلفه من دراسات مختلفه. فبالتالي كنتمنى انه من هذا المنبر هذا وبدايه من اليوم، علاش لا، اننا عوض ما نختلفوا مع الناس بالشتم وبالقذف وبالسب وبالتشكيك والتخوين الى اخره، نختلفوا معاهم باننا نناقشوهم ونحترموا الراي ديالهم. لا كانت هي ذاك القناعه ديالك ولي انا القناعه ديالي، ولكن لازم انني نوضح بانني انا راني قلت لي ديك المره، قلت لي واحد الجمله في المداخله الاولى معاك، قلت لي وانت جاوب هذاك السيد داك النكره اللي ذكرتي، وقلت لك راني تنجاوب وراه جاوبته ماشي غير هو، راه بزاف ديال الخوان اللي تذكروا ربما في شي مداخله ولا في شي لايف، وكنت دائما انا ضدهم وتنقول بان هذوك الناس ما عندي ما ندير بهم، وكلنا وراء مؤسساتنا وكلنا وراء مالكنا الحبيب الله يخليه لنا في هذا النهار عاوتاني مره اخرى. ونحن لا نشكك في ان هذه البلاد هي بلد ديال الامن والامان، عندنا افضل الاجهزه الامنيه، افضل الاجهزه المخابراتيه، وعندنا عاوتاني افضل سيستم ديال الشعب، يعني واحد 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 النظام اجتماعي اللي تيخلينا اننا نفتخروا ببعض المشاهد اللي كانت حزينه في الاول ولكن افتخرنا بهم، كالمشاهد ديال الزلزال، وكنعاودوا نجدوا الترحام على دوك الناس. نحن شعب يتمسك بنفسه بملكه وبمؤسساته، وحنا كلنا كتله اللي باغا تزيد بهذا البلاد القدام، فنحن لا نثق في الخوانه ونستنكر دوك الخوانه، ونحن كلنا ثقه في انهم ما عمرهم ما غيمسونا خويا خالد جالي، خصوصا استغلالا لهذا الموضوع ديال الا كان زعما خوفك من ان يستغل هذا الملف باش انه ياثروا به على البلاد. انا تنقول لك غاكون انا السي خالد جالي وارتاح لي مع راساتك في الاستوديو ديالك، دير في بالك بانه هذه قضيه بدات عند قاضي التحقيق ولا بدات عند القضاء وسوف تنتهي عند القضاء، وسوف يكون هنالك نتيجه، وتا شي واحد ما عنده الجراه او القدره انه اليوم ياكد لنا ان النتيجه هي اكس او لا ايكغريك. الوحيد الذي له الحق في ذلك هو ذاك الوكيل العام لجلاله الملك، فبالتالي فلننتظر هذا الشخص الذي نحترمه ونثق فيه، ونهار يقول لنا ها شنو خرجنا في التحقيق وها هي النتيجه النهائيه، ديك الساعه يكون حوار اخر، وديك الساعه غنوليو نهضروا على الكلام اللي بالدلائل واللي عندنا عليه وثائق والى اخره، لكن القضيه لا زالت عند القضاء السي خالد جالي، وهذه هي المداخله ديالي. شكرا لك، شكرا لك سي اسماعيل، وشكرا لك على المداخله القيمه ديالك، تحيه لك. تبارك الله عليك. هذا هو النقاش وهذا هو تدبير الاختلاف.
جميل أن يكون هذا النقاش، وجميل ما وصلنا إليه من تفاعل بطبيعة الحال. الصبر على الشدائد والصبر على الأذى والصبر على، لكن من أجل الحقيقة دائما تكون هو فيها الانتصار بطبيعة الحال.